هذا العام شويه الثمن مناسب على الاعلام. علاش؟ على حسب السلعه موجوده. السلعه موجوده والاقبال شويه. علاش السلعه موجوده بزاف؟ ماشي بحال العام الاول كان الاقبال كثير والسلعه قليله. ولا الان تبارك الله كاين الخير تبارك الله. القرقاع داير 90 درهم مزيان، داير حتى ل 100 درهم، حتى ل 110 المليح، واللي قل منه داير 80 درهم. اللوز داير 60 درهم، الثمن مزيان. هذا ديال برا، ديال البلاد كيدير 90 درهم حتى 100 درهم. هذا اللوز ديال البلدي، ديال البلدي مزيان. والتمر موجود، التمر 30 درهم، كاين ديال برا، كاين 28 درهم، كاين 32، كاين 40 درهم، كاين 35 درهم، على حسب التمر، على حسب النوع ديال التمر. راه الجزائر كاين اللي واقع حتى 40 درهم. الله يرضي عليك، وكاين المجهول حتى 80 درهم المجهول، 80 درهم 70 درهم. السوق مناسبة بزاف كاع البنادم، مقارنة مع قبل، حيت دابا راكي عارف تضطر أنك تنزل الأثمنة باش تلبي الطلبات تاع الناس. مثلا الجنزلان اللي هو تاع مصر ابار تاع البلاد، هاد مثلا نورمالمون كان دير 600 ريال، دابا دير 480 500 يعني الثمن كثير كاع. مثلا اللوز دير 60 درهم، راه كاين على الاقل دير 18 100، دابا ولا دير 60 درهم. الناس يجيو تيتقداو داكشي ديال السلو ديال رمضان، وتيديو العطريه في هاد الشهر المبارك السعيد. يديو الجيجلان، يديو اللوز، يديو النافع، حبة حلاوة، الكوزان، مزكا، سكر كلاصي. هاد العام موجودة سلعة وناقصة في الثمن. أثمنة منخفضة كاع بالعام مقارنة بالأعوام الأخرى. وهاد العام راه جيت منخفضة، بحال الجيجلان راه كان داير هذاك العام 700 درهم ديال برا، العام داير 23 درهم، بين 23 حتى 25 درهم. واللوز كذلك، اللوز كان داير 90 درهم حتى 100 درهم، هذا العام داير 60 درهم حتى 11.60 ريال، هذا العرش هذا تيدير 35 درهم، هذا العام داير 30 درهم، بحال السكري كان داير 40 درهم، ها هو داير دابا 35 درهم حتى 30 درهم، هذا التمر ديال مصر تيدير 24 درهم حتى 20 درهم، والعراق تيدير 20 درهم، هذا العام 18 درهم، هذا العام جيت منخفضة بزاف، وتزير. الجزائر التمر ديال الجزائر كندير 45 درهم حتى 50 درهم، هذا العام داير 40 درهم، بحال اللي بغى 5 كيلو يعمل حتى 35 درهم. رمضان ضروري تخرجي تقداي مع الدار وشحال من حاجه، مع دابا كورونا داك الجو ناقص كتخرجي ماشي بحال الاول الدنيا عامره ولا شي حاجه، ضروري ما يزيدوا شويه في الثمن، راه هما مكرفسين.